ايوه وبيهتم واولياء الامور معاه في المذاكره في البيت و و و لا، التعليم الناس مديه اولويه. فعند بس ما بدانا الحافز عندهم ان احنا نعمل لهم تحفيز، وان احنا والله لا احنا كلنا مع بعض عاوزين نرتقي بالتعليم، ايوه نحط مثلا شعار مثلا يلا نتعلم اي حاجه، وتبدا ايوه توعيه في التلفزيون وكله هيشارك معانا، واي حد عنده افكار سواء كان في المدرسين اساتذه الجامعه، وتبدا صح المؤتمر ده يبقى مبث مباشر، جميل اللجان دي كلها بقى تبدا تناقش لحد ما نوصل نحط سيستم ملائم لينا ده الصح، جميل حاجه من بره وماشيه معانا مع ايوه الدنيا بتاعتنا مع ايوه الكثافه الطلابيه العاليه دي. انا عاوز اشوف ايه اللي ينفع معاها، ما ينفعش 80 طالب مثلا واجيب له حاجه ما تمشي وناجحه بره، وهو بره هو 10 طلاب وانا اطبق على 80، مش هينفع ومش هينجح. ايه بالظبط اللي يمشي معانا؟ صحيح الكثافه الطلابيه مثلا عندي مشكله كبيره، ازاي احلها؟ هل مثلا الحل ان انا اعمل فترات ارجع تاني قصه فترتين، وايه المشكله اللي يبقوا ثلاث؟ اي انا هيبقى عندي 20 طالب بدل ما يبقى 60، ايه بس على المشكله؟ فترات مختلفة. أيوة بدل ما صحيح، يبقى تكدس. بدل ما يبقى في كله ده موجودين في مرحلة، في فترة واحدة أو في مظبوط. فترة زمنية واحدة، لا ممكن تخليها على مرحلتين على الأقل عشان يبقى في عدد أقل يعني. نرجع فترة صباحية ومسائية ولو يمكن أي 3 فترات، لا لا وكل المدارس تشتغل اللي عندي الموجودة في مثلا، انا عندي دايما اللي بيبقى في المركز او المحافظة هو اللي عليه التكدس، وهي والاطراف مثلا ما فيهاش ما كثافة فيهاش العالية، لا كثافة. كله يشتغل مثلا، وابقى اوزع الطلبة دي على كل المدارس، بحيث نبدأ مثلا نحل مشكلة الكثافة الطلابية الحين ما يبدأ نعمل عملية إنشاء للمدارس الجديدة مثلا أو تطوير ليها. فدي مثلا من ضمن المعوقات اللي هي الكثافة الطلابية. لو جينا مثلا حاجة مثلا زي مجلس الآباء، أنا شايف ده من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي هي لو كان اتفعلت زمان بيلعب دور مهم هتساعد. جدا. يعني احنا حاليا ما حاجة على فيش، الورق بصراحة، ما فيش اجتمع يعني مجلس الاباء وخلاص على كده حاجه صوت. وين اجتمع يعني؟ وين اجتمع؟ اي صحيح، يبقى حاجات مره كلها فين وفين. روتينية. لا يعني انا مثلا انا في الشباب الرياضة، انا ماسك مجلس رئيس مجلس ادارة مركز الشباب الصداقة الجديدة. فلا في الشباب الرياضة مثلا مطبق السيستم، لا مجلس الادارة اللي يعتبر احنا متطوعين ما بناخدش مقابل طبعا حاجة خدمية، ايوه بس لا حاجة مقاربة لمجلس الآباء بس مفعلة بقى في الشباب الرياضة، ان احنا كل الصلاحيات عندنا، احنا اللي بندير عندي حاجة تنفيذية، مدير المركز احنا بنحط الافكار، بنحط ازاي نطور مهم جدا ده الدنيا، ان يبقى فيه وبنتابع، الضغط. وعندنا الهيكل الاداري الطبيعي موجود اللي سواء كان مديريه الشباب والرياضه او مدير المركز او فنفس القصه نفسنا تطبق بقى الكلام ده في المدارس. مجلس بالظبط. الاباء يفعل بقى الدور الرقابي وتحفيزي، مش رقابي فقط على لا الرقابي، يشوف الدنيا ويشوف الحصص والمواد والالتزام في المواعيد، وتحفيز للمدرسين ايه برضو المشاكل اللي بتقابلك انت مع الطلبه. فده من انا شايف برضو مجلس الاباء من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي نبدا نرجعها ونرجعها نفعل دورها فعلا. النقابات، الدور النقابي، المدرس عاوزين نرجع الهيبه بتاعته، أكيد. لان المدرسه يعني اهم حاجه المدرس يرجع الهيبه بتاعته، الطالب يفهم ايه مدرسه. طب لو اتكلمنا على الجزئيه دي، معلش اسمح لي، انا اسفه ان انا قطعت كلامك، ولكن في جزئيه مهمه جدا الا وهي ان انا ازاي اخلي الطلبه تتعود انها تروح مدارس، لان في طلبه كتير جدا يعني بمنتهى الامانه بقت ما بتلجاش المدارس كتير، يعني بتروح مره او مرتين في الاسبوع مثلا، وبالتالي بتعتمد كل اعتمادها الكلي 99% على الدروس. ازاي ارجع ان الطالب يهتم جدا بموضوع روحته للمدارس دي، وان هو يعتمد يوميا على المدرسه، والحضور والغياب يبقى اساسي، ما يبقاش مجرد ورقه كده وخلاص على كده. ازاي يعني اتكلم في الموضوع ده؟ نقطه مهمه جدا فعلا، ازاي نرجع الطالب تاني للمدرسه لشغوف، يبقى مهتم بالمدرسه وبيحب يروح المدرسه. احنا الوضع الحالي ان الطالب معتمد على الدروس الخصوصيه زي ما انت ذكرت من شويه، فهو خلاص بيروح تاديه واجب، فبيت شبه خلاص المدرسه بس عشان الغياب مثلا بس كده. فلازم مبدئيا زي ما قلنا مشكله الدروس الخصوصيه تجرم، يمكن خدنا لنا فتره جرمت وفعلا شبه بدات تقل معانا. تحفيز المدرسين يعني لازم انا ابدا احفز واعمل له تدريب ازاي يتعامل، وازاي نرجع تاني لهيبه المعلم خلاص في المدرسة، مهم جدا ازاي نرجع هيبة المدرس صحيح. للطالب يرجع تاني يهتم بالمدرسة. مفيش دروس خاصية خلاص اتجرمت فلازم يحضر، لازم بالظبط. يحضر المدرسة. ازاي نربط الحوافز او الحاجات الخاصة بالمدرسين بشجعه. بمدى تفوق الطلاب عنده، يعني مثلا لازم نعمل له عملية تحسين للمرتبة بتاعته، بس نبدأ مش كله ياخد، مبدأ الثواب العقاب، مين اللي ماسك فصول ومهتم بيها وفعلا الدرجات بتاعتهم بقت عالية، فنبدا مثلا هو ده ياخد المكافاه اعلى من زميله الثاني اللي هو الفصل بتاعه واقع، فنبدا في تحفيز بينهم بين المدرسين بحيث يبدا بالظبط. يهتم بالعمليه التعليميه. طيب ده جميل جدا. انا برضو عايزه اتكلم على نقطه مهمه جدا، تطوير المناهج وتطوير الكتب.
في بعض المناهج اللي تعتبر عبارة عن أكبر مما يستوعبها عقل الطفل، مثلا لو بتكلم على مرحلة التعليم الأساسي، احنا بنطور بس التطوير ده ما بيجيش في مرحلة، يعني مرة واحدة بدخل على منهج، مثلا على سبيل المثال كانت الدنيا كلها تتكلم على منهج سنة رابعة ابتدائي، سنة خمسة ابتدائي، في المرحلة الزمنية دي أو العمرية دي الطفل عنده 9 سنين أو 10 سنين، في منهج أكبر مما يستوعبه هو مخه. إزاي نعمل التطوير بس بما يلائم العقليات او الفكر الاطفال؟ ما انا عايزه اطور، بس اطور بما يتناسب مع مفهوم الاطفال في الفتره الزمنيه دي. ازاي نعمل الميكس ده، التطوير مع المرحله الزمنيه دي؟ نقطه مهمه جدا برضو اثرتيها. فعلا احنا ازاي نظبط او نشوف ايه الملائم من المناهج، يمكن قلناها في بدايه الحلقه، ازاي ننقح المناهج بتاعتنا بحيث تتماشى مع السن، الفتره الزمنيه او العمر بتاع الطالب، وايه اللي انا عاوز اديهوله ببساطه، بحيث ما هذا من ضمن الحاجات اللي بتخلي الطالب اللي هو ينفر من المدرسه. أيوة. أيوة. يعني كم كبير، ولدرجه فعلا يعني مش بنبالغ ان بقول لك اولياء الامور نفسهم بيعاني ان هو يذاكر. أيوة. يذاكر لله. طبعًا. انا هديك مثلا مثال، انا خدت فتره اثناء الدكتوراه في فرنسا، واولادي التحقوا هناك بالكي جي مرحله الحضانه في فرنسا. يعني عاوز اقول لك مثلا ان شبه الحضانه كلها مفيش تكست بوك او حاجات، اللي كل ما في الامر بيركز معاه على الحاجات المهاريه. انا استغربت كل ما بروح للولد هناك حاجات تركيب، هي كده الحس يركب مش عارف ايه، فلما بقدرش لا دي مش عارف عشان تنمي عنده مهارتي ومش عارف ايه وكذا وكذا. عكس عندنا، احنا عندك ما شاء الله من الكيجي انجليزي وعربي يعني ورياضه، يعني الولد بيطلع عاوز يخش كليه. اي بس كده مش فلا هي الدنيا كلها عايز تظبط المنظومه. أيوة. بصراحه المناهج تتبسط، ويبقى اهم حاجه نوصل المعلومه ببساطه، تتنقح كل حاجه، المناهج الدراسيه تتماشى مع العمر بتاع الطالب، بحيث يبدا يحب المدرسه تاني ويرجع للمدرسه تاني. فدي نقطة ده مهم جدا على فكرة، ان يعني هو ان انا اظبط العقلية دي مع المنهج ده. على سبيل المثال برضو هرجع واقول لك، في مدارس الانترناشونال انت حضرتك عاوز تدرس هندسة بتدرس المواد الخاصة بالهندسة، لا انا عاوز ادرس طب بدرس المواد الخاصة بالطب، انا عاوزة ايه ميولي، انا عاوزة ايه، وبالتالي انا بدرس المواد اللي انا. ليه ما يحصلش كده؟ ليه ما يحصلش ان هو نبقى نفس النظام ده؟ هل ده بالنسبة لنا صعب جدا الوصول يعني في الفترة الزمنية دي ولا إيه؟ لا هو مبدئيا برضو من ضمن الحاجات اللي نأمل ان شاء الله، يمكن بدأت حاليا الدولة في عن طريق الجامعات مثلا التكنولوجية. طبعا احنا عندنا برضو التعليم الفني، بس للأسف الاهتمام به عاوز شوية برضو تحسين، ان احنا نبدأ نهتم بالأمور التانية اللي اللي محتاجها سوق العمل. يمكن دي حتة مهمة جدا، ان احنا نربط التعليم بسوق العمل. ده مهم جدا ككم كعدد، وك نطلع الكواليتي، ان الجوده بتاعته تتماشى مع سوق العمل. فدي مهمه جدا، يعني ما ينفعش مثلا ان انا بس باخرج بس الجوده بتاعه الخريج سواء كان مهندس او مدرس او دكتور مش متماشيه مع سوق العمل، فاضطر الولد مثلا يبدا من جديد ينمي في قدراته. لا انا اشوف ايه اللي عاوزه سوق العمل من حاجات علميه من كورسات، وابدا كل شويه نعمل ابديت وتحديث للمناهج وللطريقه بتاعتنا. خلاص بيتماشى، اللي هو اهم حاجه يتماشى مع سوق العمل. يمكن احنا زمان كنا بدانا حاجه زي كده، يعني مثلا احنا معهد العالي للطاقه اللي عندنا انشئ خصيصا عشان السد العالي. ايوه ساعتها ايام الرئيس عبد الناصر كان موجود المفروض السد العالي، فانشئ عشان يطلع مهندسين. فالفكره كويسه فعلا، ادي ده عشان يخرج لي حاجه تسد ثغره عندي موجوده بالزبط. فعلا هيطلع يسد حاجه عندي في سوق العمل. فنفس الفكره عاوزين، يمكن احنا زي ما قلنا الجامعات طلع مثلا حد بيشتغل زغرفه، يشتغل لحام، يشتغل ميكانيكا، يشتغل فني، يطلع فني في ايا كان المجال بتاعه، بس لا فني درس عمليا ولا ويلاقي شغل ليه بره، هيلاقي ليه شغل بره، مش فقط بيروح الولد في التعليم الفني. للاسف الاغلبيه ما فيش اهتمام. لا احنا عاوزين نرجع تاني اهتمام بالتعليم الفني. طب هل فعلا التعليم الفني دلوقتي قايم بدور اللي هو اقدر اخرج فيه عدد من الطلبه اللي بيحتاجهم سوق العمل؟ ما هو ده المهم دلوقتي، اغلب المجالات اللي موجوده بتحب يكون دايما اللي خريج دبلوم،
في مجالات كتيره جدا ومؤسسات كتيره جدا بتطلب الدبلومات الصناعيه والفنيه والحاجات دي اكتر من خريجين التجاره والحقوق والاداب، مع احترامي طبعا لهذه الكليات، ولكن انا بتكلم على احتياج سوق العمل للدبلومات او التعليم الفني بكل مراحله بتبقى احيانا مطلوب بصفه اكتر من الخريجين الجامعات. وياما شفنا عدد كبير جدا من الجامعات اللي هم مش لاقيين شغل او مش عارفين يشتغلوا في ايه، لكن لو هو دبلوم كان هيشتغل بسرعه. مظبوط. يمكن احنا في عندنا يمكن مفارقه غريبه شويه في السوق المصري ان احنا اغلب المصانع عندهم عجز في الفنيين، وفي نفس الوقت انا عندي خريجين كتير من التعليم الفني او كده مالين السوق بس مش مؤهل. أيوة. فدي الجاب او الفجوه ما بين سوق العمل هو عاوز ايه. أيوة. وايه المفروض اعلمه للطالب بحيث عاوز السوق، مجرد ما يتخرج الاقي على طول المصنع بيتعاقد معاه لانه أيوة. بالظبط جاهز للعمل معاه، مش لسه هيبدا معاه من الصفر. فدي مهمه ان احنا ازاي نشوف احتياجات سوق العمل ونبدا نظبط ونعمل تحديث للمناهج بتاعتنا بما يتماشى مع سوق العمل. أيوة. ودي من ضمن الحاجات اللي نتمنى انها تتطبق في كخطوه اساسيه في تعليم التعليم عامه في مصر، ان نربط سوق العمل مع الخريجين ايه اللي محتاجه كمناهج ككليات، استحداث كليات جديده. طالما في عندي قطاع جديد ظهر عندي في السوق يبقى اعمل كليه ثانيه. قطاع او قسم مثلا خلاص شبه انقرض ما عدش بقى زي ما هو مستمر وهو اصلا المجال بتاعه شبه انقرض او حصل له تحديث، لا يبقى نعمل له تحديث نتواكب مع سوق العمل ومع العجله التجاريه اللي ماشيه في البلد عندنا. الذكاء الاصطناعي حاليا بيلعب دور مهم جدا في الفتره الاخيره، سواء كان احتياج سوق العمل ليه او كمان بعض الكليات اللي اختصت في هذا المجال. لو نتكلم برضو او نلقي الضوء على قسم الذكاء الاصطناعي وكليات الذكاء الاصطناعي في الفتره الاخيره بما له من اهميه في الفتره القادمه واحتياج الطلبه، ودلوقتي كله ده العيل الصغير بيتكلم بيتعامل بالذكاء الاصطناعي، يعني خلاص هو مرحله زمنيه بتاعته الفتره دي. نتكلم على اهميه الذكاء الاصطناعي في الفترة القادمة في التعليم. يمكن مجال الذكاء الاصطناعي حاليا دخل برانش جديد ومعانا في أغلب المجالات. يعني الطب تلاقي فيه الذكاء الاصطناعي لدرجة العمليات الدقيقة جدا بالذكاء الاصطناعي بيتم عن طريق روبوت معين يبدأ يجري. الهندسة، مجال تصنيع السيارات برضو كله شبه دلوقتي شفنا مصانع زي مرسيدس وتسلا كله روبوت ذكاء اصطناعي بيتم شبه ما فيش حاجات يدوية كله ميكانيزم. فمجال من المجالات المهمة جدا اللي حاليا حتى بدأ سوق العمل حاليا بدأ الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والميكاترونيك والحاجات دي والإلكترونيات الجزء بتاع الذكاء الاصطناعي في رواج حاليا، وبدأ حتى المعاهد المختصة بهذا الشأن والكليات بقى عليها إقبال من الطلاب، لأن شايفين سوق العمل محتاج الجزئية دي حاليا فيها رواج حاليا. جميل جدا. طب انا اخر سؤال برضو يا دكتور، يعني عاوزه اتكلم عنه الاستاذ الدكتور محمود عبد العزيز استاذ الهندسه الصحيه والبيئيه. تمام. عاوز اعرف القسم ده، انا معلوماتي برضو بالهندسه يا اما عماره يا اما مدني يا اما الحاجات اللي هي المعروفه بالنسبه لي. لكن القسم انا عاوزه برضو اعرف المزيد عنه، يعني كانا والمشاهدين نعرف معلومات عن هذا القسم الهام في كليه الهندسه. يعني هو قسم الهندسه الصحيه والبيئيه يعتبر قسم داخل قسم مدني. قسم مش مستحدث. بس يمكن الناس مش دايما ايه مش 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 سائد عندها تسمع المسمى بتاعه، لكن هو قسم موجود من زمان من ضمن تخصصات الهندسه المدنيه. ايه المفروض بيتولى ايه؟ مثلا تصميم وتخطيط شبكات الصرف الصحي، تصميم شبكات الميه، محطات الصرف الصحي، محطات الميه، جزء البيئة عندنا مثلا التلوث البيئي، الهواء، الميه، الحاجات دي كلها من ضمن الحاجات اللي ضمن نطاق قسم الهندسه الصحيه والبيئيه. ومختص ايضا بتركيب شبكات والاحتلال وتجديد الشبكات كل ما في كل المجالات، يعني سواء كان ميه او صرف صحي او شبكات حتى كهرباء وطاقه وحاجات زي كده ولا لا برضه؟ لا، شبكات الصرف الصحي والمي بس. كل ما يتعلق بها تصميم وتنفيذ وسواء كان محطات المعالجه للميه برضو او للصرف الصحي او جزء البيئه بقى اللي هو المختص بالتلوث او كل ما يخص البيئه بقى، التغيرات المناخيه، الانبعاثات الحراريه. جميل جدا. طيب السؤال الاخير اللي بيفرض نفسه، يعني دايما مع الاساتذه الجامعيين دايما بقول
أمنياتك إيه في الفترة القادمة في مرحلة التعليم، وخصوصا ما يخص التعليم والمنظومة التعليمية في مصر، بدءا من المرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي؟ دايما في بعض الأمنيات اللي بتتمنى أنها دايما تبقى داخل منظومة العملية التعليمية. تعتقد من وجهة نظر حضرتك يا دكتور، إيه هو الإضافة اللي ممكن نضيفها في الفترة القادمة؟ أنا والله يمكن زي ما تطرقنا أثناء الحلقة، نتمنى صراحة بدء وضع اللي هي الاستراتيجية قصيرة المدى وبعيدة المدى للتعليم عن طريق مشاركة مجتمعية، سواء كان من أساتذة الجامعة، من المدرسين، الفيدباك، اللجان اللي بتشوف إيه الكويس من الأنظمة التعليمية المختلفة، سواء كان بره مصر في الدول الأوروبية أو في منطقة الخليج أو الوطن العربي، ونبدأ تطبق المناهج. نتمنى أن تحصل عملية فلترة، نشوف الكيجي خلاص نبدأ كيجي فقط، بنطور مهارات الفترة دي فقط، ما بنروحش ما بنحاولش نحشي فيه إنجليزي وعربي، فقط نطور مهارات الطفل ونسيبه عن طريق حاجات مبسطة يركب أشكال زي التعليم البر اللي احنا كنا بره وشفنا حاجات. المناهج تتفلتر بصراحه، يعني صعوبه عندنا وحشو كتير، وتحس ان يعني مناهج رابعه في ده يمكن تتدرس في سنه وهكذا. فده اللي نتمنى ان المناهج والدروس الخصوصيه تتجرم وترجع هيبه المدرسه، نتمنى ترجع المدرسه تاني زي زمان. يعني فاكر زمان يا دكتور ان المدرسه دي مقدسه، لازم نروح، مفيش حاجه اسمها غياب، مفيش حاجه اسمها ان انا اعتمد على الدروس الخصوصيه، لا المدرسه دي مهمه، وبعدين ممكن درس او درسين، لكن كل المواد بياخد فيها دروس خصوصيه دي تصعب شويه يعني. لا مشكله يعني. نتمنى بصراحه، احنا يمكن زمان ما كانش الواحد فيش دروس خصوصيه اصلا، لا هو الاعتماد كله على المدرسه، والمدرس بيقوم بالدور بتاعه، وكان العمليه التعليميه والمنظومه كلها بصراحه ناجحه جدا يعني. فنتمنى ان حصل اذا كان بعض الامور لو اتظبطت او تحسنت، سواء كان في المناهج الدراسيه او مجلس الاباء يفعل او ايا كان، كل الامور اللي تطرقنا عليها في الحلقه النهارده لو بدات على تطبق ان شاء الله التعليم ما هيتطور وهيبقى الافضل. وبنشيد طبعا مره ثانيه برضو بصراحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم بشده بصراحه، يعني في اكثر من مكان وفي اكثر بتاع التعليم مديله اهتمام كبير جدا. فمع المقترحات نقدر نقول بعض المقترحات اللي تطرقنا ليها النهارده ان شاء الله التعليم يتحسن ويبقى في حته ثانيه كويسه. ناكد على تفعيل دور مجلس الاباء، لان ده دور مهم جدا لو اكدنا عليه من نواحي حضور مجلس، متابعه الاباء لاولادهم في المدارس، الحاجات دي كلها لو ألقينا عليها الضوء في عجالة، بحيث ان احنا نتكلم على ان دور الاولياء الامور او مجلس الاباء ده في حد ذاته دور مهم جدا، اللي بيلعب مثلث مكتمل مع المدرسة مع الطلبة مع المجلس، التلاتة بيكملوا بعض في مثلث واحد. مظبوط. انا يمكن مجلس الاباء زي ما اتطرقنا في الحلقة مهم جدا، يعني عايزين نفعله، ان بدءا من اختيار الاعضاء انه يكون مش على الورق او عشان لا، الناس فعلا متطوعه وعندها القابليه انها تتابع وتظبط المنظومه التعليميه في المدرسه. ومش دورها فقط رقابه، انا مش جايبك برضو انك انت عشان تشوف المدرس جه لا، وتشجيع للمدرس وفي نفس الوقت الاثنين، يعني بشجع المدرس وببقى ظهره لو في مشكله معاه مع الطلبه أو, 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 او مع اولياء الامور التانيين، وفي نفس الوقت للمقصر منهم ان لا والله في كذا وفي التزام وفي ثواب وفي عقاب. فهي مهم جدا، ويبقى في كونكشن او تتابع، نوصل مجلس الاباء في منهم من يمثل لاعلى حاجه حتى للمحافظ وللوزير، بحيث يبقى ليه دور ومعروف المدرسه ان المجلس ده قوي، لا لو اخذ قرار مثلا فهيبقى لا الدنيا هتتغير. منظومة. مجلس الاباء لو اتظبط واخد صلاحيات هتبقى عندي هيبدا ينقلني في حته ثانيه. جميل. المستجد او الحديث في كليه الهندسه في الفتره الاخيره، يمكن بعض الاحداثات والتحديث اللي طرأت على الجامعه، يمكن في بعض الانجازات الكثيره، لو كلمنا عن جزء هنا خاص بتخصص حضرتك يعني. انا عندي من ضمن الحاجات الجديده في التخصص اللي هو ازاي بننتج الغاز الميثان او البيوغاز اللي بنستخدمه في البوتاجاز بتاعنا مثلا، او بنستخدمه ممكن كغاز طبيعي في العربيات من المخلفات. دي احدث حاجه عندنا في التخصص بتاعنا. أيوة صحيح دي المعلومة. ان احنا بناخد المخلفات، سواء كان مخلفات الصرف الصحي او المخلفات ايا كانت، مخلفات كله بنستخدمه، بنعمله عمليه حاجه اسمها انايروبيك دايجستشن او تخمر الهوائي عن طريق حاجات معينه يعني. فدي بتبقى الميزه مضاعفه. اول حاجه انا المخلفات اللي عندي بتاعت الصرف الصحي او المخلفات حتى العاديه بتاعتنا اللي في البيت، بدل ما هي عائق عندي انا مش عارف اتخلص منها ازاي وبتعمل لي مشكله وبصرف عليها عشان اتخلص منها،
لا انا باخدها وبنعمل لها عمليه ميكانيزم معين وبنحولها لغاز الميثان، والمتبقي منه بنستخدمه كسماد عضوي في الزراعه. وده مطبق بره، نتمنى برضه يمكن يتطبق في مصر ان شاء الله، يعني لانه هيبقى حاجه كويسه بدل ما الزباله اللي احنا او الربشه اللي احنا مال الدنيا عندنا، لا بنبدا نستغله ويجيب لنا مصادر كانه ابار بترول متجدده يعني. يعني بالفعل تم تنفيذ هذا لا الموضوع موجود. ولا آه. لا لا لسه؟ موجود، انا عندي مثلا دوله رائده في المجال ده والسويد، ما فيش عندها اي مخلفات وبتستورد من بره بس بفلوس، عندك مخلفات انت لسه مش بتعمل لها استفاده، فهي بتاخدها منها بفلوس ويبدا يحولها لطاقه يعني بياخدوا المخلفات دي من الدول اللي جنبهم بفلوس بفلوس. وهم يحول. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ لا الدول دي يعني والريسايكلينج الحاجه الثانيه المهمه برضو عندنا، الريسايكل اللي هو عمليه اعاده التدوير للحاجات، المخلفات بقى برضو على المخلفات شغالين، يعني بدل برضو ما عملنا عاق بنمسك مثلا الحاجات ونعملها اعاده تدوير. لو خدنا مثلا الورق، انا عندي شوف كميات الاوراق اللي بتطلع معايا من الامتحانات سواء ابتدائي او ابتدائي او عندي في الكليه ما اقولكيش يعني الكميات، فلا كل ده بيتاخد يتعمل له اعاده تدوير ونستخدمه تاني. يعني انا كنت في فرنسا، الورق اللي بنستخدمه في الجامعه عندي كان لا من الريسايكلينج، مش الورق الابيض الرفاهيه اللي عندنا في مصر، هو فرنسا شوف اتحاد اوروبي حاجه عاليه، لا فهو الدوله مدي اهتمام باعاده التدوير سواء كان الورق البلاستيك كل الحاجات دي، فبتبقى عندي بدل ما مشكله ومش عارف اتخلص منه بقيت عندي القمامه بتتجمع معايا بشكل كبير، لا بتخلص منها وبعمل لها اعاده تدوير وبنحافظ على البيئه والدوره بتكتمل وبتبقى المزايا عندي متضاعفه. ايه الجمال ده؟ لا يعني طب امتى نوصل للمرحله دي يا دكتور؟ امتى نستخدم الاشياء دي ونعمل اعاده تدوير للمخلفات وللربش والحاجات دي كلها؟ امتى نقدر نقول ممكن نستخدم الفتره القادمه، وخصوصا ان كان في مؤتمر كبير جدا، مؤتمر كوب 27 اللي هو تغيير المناخ في كل شيء يعني. والله نأمل ان شاء الله الفتره الجايه يتم اهتمام بالموضوع، حتى لو بدأنا مثلا بمحطات الصرف الصحي مثلا مبدئيا ان المخلفات تطلع منها، بنعمل زي مفاعل داخليا وتولد الغاز اللي هو البيوغاز، وبنروح عن طريق تربونات معينه او مولد معين يولد لي كهرباء، عندي بعض المحطات بيولد لي الكهرباء اللي تكفي لي اللي هي محتاجاها المحطه، ولو المحطه كبيره ساعات ما تحتاجش كهرباء خالص وبتدي كمان للي جنبها. فلو بدأنا مثلا نعمم فكره زي كده في محطات الصرف الصحي ونبدأ. ما فكرتش تعمل بالفكره دي يا دكتور؟ والله احنا يعني تقوم بتنفيذها مثلا الفتره اللي جايه دي، احنا حاليا شغالين كاقتراح. بدانا على طلاب مشاريع التخرج عندنا، وفي اخذنا بعض المشاريع على سكيل صغير، وبدانا مثلا حاجات تانية برضه ساعات اعاده استخدام المي. مثلا اعاده استخدام المي الرمادي، حاجه اسمها المي الجالي من التواليت من الدش ومن المطبخ، بنعمل لها يونت معينه تعمل لها اعاده تدوير معالجه كده خفيفه في يونت صغيره، ونستخدمها ممكن في الزراعه او ترجع تاني معانا في الفلاشنج في السيفون بتاع الحمام يعني. فدي احنا يونت عملناها وخدناها فاند، وحاليا بدانا في احد مباني الجامعه يعني. شكرا ليك يا دكتور، استاذ الدكتور محمود عبد العزيز استاذ الهندسه الصحيه والبيئيه بهندسه اسوان، شكرا لوجودك معانا، بتمنى لحضرتك كل التوفيق. شكرا ليك. شكرا يا فندم. شكرا ليك. شكرا على الاستضافه. أعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة في شارع الجنوب، والآن ننتقل إلى نقل وبث مباشر من الكنيسة لنقل القداس الكنسي للاحتفال بالعيد المسيحي للأخوة الأقباط. كل عام والأخوة المسيحيين بخير وصحة وسعادة بإذن الله. نتابع هذا التقديم.